درجة النجاة. عندي تلبة بداري وعطيته 35,000 درهم. يعني وصلت لواحد الدرجة بأن هذا الموضوع هذا وقت ما كان جبته كان حسب شي حوايج اللي الصراحة الله أنا كنت غير كنسمع بيهم ما كنتش كنتيقهم. ديجا شي واحد نشتلو 70,000 درهم معهم ديجا ناصبين على ناس. السيد كيجيب طوموبيلتو وهذا تي زعما بوليداتو وكل شيء وهذه وهذه ولكن هما راهم مصابين. بأن هذه مادة كتشغل الخليجيين بزاف وهذو الناس كيشرو الأغلبية القطريين. السلام عليكم. هذا فيديو الإخوان المغاربة كاملين. اليوم كنجيو كنخرج بتصريح باش الناس يحضروا ريوسهم. قضية النصب والاحتيال وبين قوسين كما تيقولوا حتى قضية طالاميس. اليوم كنجي كنقول لكم بأنني أنا تعرضت لعملية نصب ديال تقريبا 52,000 درهم ديال واحد السيد اللي نصب علينا. هذه قصة اللي الأغلبية ديال الناس هنا في المغرب تيخافوا كيتعرضوا لهذه العملية ديال النصب وتيخافوا يطيحوا في المشاكل تيخافوا يطيحوا في هذا رغم ان كيتنصب عليهم ما تيقدوش يمشيو لا يديروا لا يديكلاري ولا يتابعوا هذاك السيد لا حتى شي حاجة. قضية قصة ديال البيع والشراء ديال مادة الزئبق الأحمر اللي شاءت الأقدار وتلاقيت وتصادفت مع واحد الأخت وواحد الأخ اللي تيقول بأن عنده مادة الزئبق الأحمر وشاءت الأقدار أن هما نصبوا لي 52,000 درهم. هاد الناس هاد السيد هذا كان عنده كيقول مادة ديال الزئبق الأحمر باغي يبيع المادة باغي هادي فإذا بيا شاءت الأقدار كنعرف شي ناس كنسمعو بشي ناس في مدينة الدار البيضاء اللي تيقولو كيشريو هاد المادة بأثمنة خيالية. جاو عندي تلاقينا مشينا للدار البيضاء تلاقينا مع هادوك الناس جلسو تفاهمو كل شي. وصل النهار ديال البيع والشراء السيد بما انها بعيد مدينة واحدة اخرى غادي يجي مدينة واحدة اخرى باش بغى يكري جوج ديال الفيلات باش يدير العملية ديالو والبيع والشراء نتاعو. فاذا به انا ما فهمتش صراحة الله الى يومنا هذا مازلت نقولها انا ماشي شي واحد اللي ما قاريش ولا شي حاجة ولا غادي نشد فلوس غادي نحطها هكاك. هذه ما كتكونش وما كايناش بصفة العمل ديالي هذا راه عارفين هادشي هذا. سيد بقى لاصق على اساس باش نتعاونوا معاه في مسألة ديال الكرة ديال جوج فيلات باش يدوز عملية البيع والشراء. في الاول كانت صعيبة من بعد تغنينا وكصافي انا خرجت. السيد بقى كانسيستي ديما تعيط في هذا. وصلت لدرجة انها في التالي بحالي انا اللي وليت كنقلب عليه وانا باغي نعطيه الفلوس. يعني لدرجة انها جا عندي تلبة بداري وعطيته 35,000 درهم ومشى وانا تنقلب وانا كندير وانا غادي نمشي وغندير العقود غندير هادي باش غادي نكري ولا جوج فيلات ولا مازال خاصني هادي. ولغت ليه مشيت وعطاني شي سمية المونطون اللي جا خداه هو كان 3 مليون خداها في أوفلوب عطيتها له مشى ولغت ليه صفت ليه 1,700,000 فرنك 17,000 درهم. هادي صفتها له هاي عندي الوصل ديالها. السمية ما كان عارفش واش هو ولا ماشي هو ولا ما الله أعلم. ولكن شوف انا هاد النهار كما تيقولوا بين قوسين
قدر الله ما شاء فعل. 52,000 درهم. صعيبة. ونقدر نقولوا بانها زعما ما نكتبش عليكم ولا ما نخفيش عليكم بان هذاك المونطون كامل ما كانش عندي، يمكن عندي منه شي 4000 ولا 5000 درهم والشي اخر كله تسلفته. الى يومنا هذا مازال كنخلص، يعني داكشي اللي كنصوره ونخلص هنا نخلص هنا وداكشي هذا ونخلص وتنبقى الله كاين ماشي مشكل. قدر الله ما شاء فعل. خوتي المغاربة اليوم هادو ناس كاينين في مدينة مكناس بالضبط. هادو ناس انا تنعترف بها وتنقولها وتنعترف بها بانهم خطيرين جدا. ما قدتش نوصل له، ما وصلتش ليه، ما هذا شيء، ولكني انا غادي نقول لكم ردوا بالكم ردوا بالكم راه خطيرين. راه كتجي السيدة وتشوفو حتى هو تيهضر راه ملاك، والسيدة راه ملاك وكل شيء، جاو عندي حتى للدار. والى يومنا هذا الحمد لله اوكي وصلت وجبت التصويرة ديالو دابا باش ما كتبقاش كاع خاوي، والأدوية ديالو ولي زابيل ديالو حتى هما كانوا عندي، يعني كان كيصيفط لي حتى اوديو فيه تهديد كاع ديال انت دير حركة انا ندير بركة. وبالنسبة ليه هو راه مسح الاوديو ولكن بقى عندي في التليفون بقى مسجل، يعني الى يومنا هذا مازال عندي هادشي هذا كامل. دونك خوتي المغاربة ردوا بالكم ردوا بالكم، راه النصب وواحد الحالة اش غادي نقول لكم، نقد نقول لكم راه خطيرة جدا جدا، راه ما تعرفوش راه بنادم يجي تهان عندك ويديلك وكلشي. دونك هذا كان الموضوع، والموضوع هو مادة الزئبق الاحمر. كيقول عنده مادة ديال الزئبق الاحمر باغي يبيعها، وراها لي في امابيل فيديو يعني عن طريق الواتساب، وراني قرعه داير فيها مادة الزئبق الاحمر. وهاد السيد راه معروف في مدينة مكناس، معروف في بزاف ديال البلايص، في الرباط في الدار البيضاء معروف بانها نصاب. دونك صراحة هاد الفيديو هذا سيرتو للناس ديال الامن باش يكتفوا شوية ديال الجهود ويشوفوا بحال الناس هادو. راه كاينين الناس بزاف اللي كيتنصب عليهم بهاد المادة هادي، ولكن مساكن لا حول ولا قوة الا بالله تيخافوا يمشيوا يديكلاريو. يعني وصلت لواحد الدرجة بان هاد الموضوع هذا وقت ما كنجبدو كنحس بشي حوايج اللي الصراحة الله انا كنت غير كنسمع بهم ما كنتش كنتيقهم. مي اون فوا كنجبد هاد الموضوع هذا ونهضر في هاد الموضوع هذا شي حاجة كتزيرني، شي حاجة ماشي وهداك تخرج لي شي حاجة. يعني الاخ مخلص من قناة شوف تيلي تقريبا دابا نقد نقول لكم اسبوعين وحنايا كنتعيطو، النهار اللي كنبغيو نتلاقى ولا شي حاجة كتخرج يا اما عندي يا اما عند الاخ مخلص. يعني كانت صعيبة بزاف. كي غادي نقول لكم بحال اللي كتلقى دي بلوكاج، كتلقى عراقيل، كتلقى شي موانع، كتلقى شي حوايج اللي تيبلوكي وتيفلاني. ولكن هاد النهار كما تيقولوا سيدنا الوالا عبيت على اللحم الحي وخرجت، وكنخرج بهذا الفيديو هذا باش نقول لكم ردوا بالكم. والناس اللي في هذا الميدان راه هذا الشيء هذا خطير بزاف، والناس راهم الاغلبيه غير نصابه، وهذا راه نصاب كبير. وماشي غير انا اللي تعرضت لعمليه نصب، يعني من بعد ما بقيت كنسول كنشمشم كان هذا لقيت بان سمعت انا، يعني التاكيد الحاجه اللي ما متاكدش منها راه ما متاكدش منها نقدر نقول 50-60%. ديجا ناصبين على ناس، ديجا شي واحد مشات له 70,000 درهم معاهم، ديجا ناصبين على ناس. السيد كيجيب طوموبيلته وهذا تي زعما بوليداته وكل شيء وهذه وهذه، ولكن هما راهم نصابة. هذاك السيد في الدار البيضاء المعلومات اللي عندي والمعلومات اللي نهار جلسنا معاه حجة السيد مول المادة وجلس معاه وتفاهموا على باش يشري وكل شيء، المعلومات اللي عندي اللي أدب ماشي المعلومات اللي عندي اللي سمعت من فمه من لسانه بأن هذه مادة كتشرى الخليجيين بزاف، وهادو الناس كيشريو الأغلبية القطريين.
هما اللي كيشريوها بأثمنة فريمون خيالية. انا غادي نقول لكم بالتجربة ديالي مع هاد السيد وهاد الشيء هذا، كانوا تفهموا على 5 مليار الجرام، يعني جرام واحد 5 مليار. صراحة انا ما كنتش كنعرف، انا بالنسبة لي انا غادي نمشي بثقافة ديال القراية وديال العلم. زئبق الاحمر مادة كان بحال جميع المادات، ذهب، حديد، هادشي انا بالنسبة لي ليش كيصلاح بالضبط. من بعد ما تعمقت وبقيت كنبحث وكنشوف قنوات وكنشوف بزاف ديال الحوايج، هذه مادة اللي كيستعملوها الناس في عملية السحر وفي عملية الجن وبزاف ديال الحوايج، وهي مادة روحانية ومجهدة بزاف بزاف بزاف، ما يمكنش داك الجهد اللي فيها. داكشي علاش الثمن ديالها تقريبا راه شغادي نقول لك، انا ما نقولكش ملايين ولكن راها ملايير ملايير، والناس كيتمناوها. هذا من جهة. والمشكل ديالها حتى اللي عنده ولا ما عندوش الله اعلم، كاينين دابا ناس اللي دخلوا ولاو كيديروا لها الترافيك، هادشي اللي شفت في قنوات في يوتيوب في كلشي، كيديروا لها كيصوبوها وكيصنعوا ما عرف كيفاش كيديروا لها وكينصبوا بها على عباد الله. يعني اما نقدر نقول لكم هذاك السيد اصلا في الاخر انا وليت دابا تنقول واش اصلا عنده ديك الماده ولا حتى هو غيصنعها، ولكن كون كانت عنده بصح الماده كون راه تيسر وما غاديش ينصب على 5 المليون 7 المليون دي مونطون، هذا غادي يمشي وغادي يبيع بملايير وغادي يصور فلوس وغادي يمشي يعيش هاني، ولكن قدر الله وما شاء فعل.